نعرف الخيري اللي توعية بسرطان الثدي، وهي عبارة عن مبادرة طلاب جامعة جورج تاون. حبينا ننشر وعي للشباب والمجتمع قطر عن هذا الموضوع، لأن هاي موضوع وايد مهم، وفي وايد بنات يعني يعانون بهاي المشكلة بس ما يعرفون إنه لازم يروحون يشيكون مع الدكتور كل شهر كل 6 أشهر، وهاي المشكلة كبيرة عندنا، فحبينا إن نوعي الناس بهذا الشيء. وعندنا